اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات كتاب فقه الأسماء الحسنى، كتاب تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله، اسم الله الغالب النصير. وقد ورد اسم الله الغالب في موضع واحد من القرآن، وهو قوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وورد اسم النصير في 4 مواضع، وهي قوله تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أنا هنا أريد أن أستدرك على ما فات بالنسبة لي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تتمة للفائدة أن في هذا الذكر أيها الكرام الفضلاء منهم من يقوله 40 مرة، ومنهم من يقوله 50 مرة، ومنهم من يقوله 70 مرة، إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. لم يصح في ذلك منها شيء، كل هذه الأمور لم يصح منها شيء، إنما هو الأمر ما بين واحدة وما بين 3: الوارد الذي عليه أهل العلم ما بين واحدة وما بين 3. فمنهم من قال أنها تقال مرة صباحا ومرة إيش ومرة مساء، واستدل بنفس الحديث: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي قم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، على اعتبار من صحح الحديث. لأنه هو يقول لك فيه واحد اسمه عثمان بن موهب وقالوا أنه ثقة، والصواب أن الحديث سنده حسن. ومنهم من قال 3، ومنهم من قال تقالها 3، يعني ممكن تقولها مرة وممكن تقولها إيش 3. تتمت فائدة هذا الأمر، واضح لنا جميعا يا أحبابي؟ جزاك الله خير. نعم واضح يا شيخ. طيب تفضل نكمل. جزاك الله خير. ورد اسم النصير في 4 مواضع، وهي قوله تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وقوله: وكفى بالله نصيرا، وقوله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقوله: هاديا نصيرا. والغالب معناه الذي يفعل ما يشاء، لا يغلبه شيء، ولا يرد حكمه راد، ولا يملك أحد رد ما قضاه أو منع ما أمضاه. قال القرطبي رحمه الله: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الإطلاق، فمن تمسك به فهو الغالب، ولو أن جميع من في الأرض طالب. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومن أعرض عن الله تعالى وتمسك بغيره كان مغلوبا وفي حبائل الشيطان مقلوبا. والنصير معناه الذي تولى نصر عباده وتكفل بتأييد أوليائه والدفاع عنهم، والنصر لا يكون إلا منه ولا يتحقق إلا بمنه. فالمنصور من نصره الله، إذ لا ناصر للعباد سواه ولا حافظ لهم إلا هو. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. إن ينصركم، هنا الإن أداة شرط تجزم المضارع، إن ينصركم الله. جزاك الله خير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. وقال تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد. قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة صوتك الدنيا. بيتعب أحمد.
صوته يقطع. أبو حنا. نعم نعم صوتك بيقطع الله يسلمك. عندك يا عم ابن عيف ولا على الكل؟ أنا عندي بيقطع. وأنا عندي بيقطع. سبحان الله. طيب أنا أغير المكان. بسم الله. كيف الحين أحسن إن شاء الله؟ عم أبو نايف. أيوة الآن بيقطع الصوت أعلى بس بيقطع. الآن ما زال بيقطع؟ ما زال بيقطع عم أبو نايف؟ الحين كويس. طيب الحمد لله. وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وأخبر أنهم لا يطلبون نصرهم إلا منه ولا يلجؤون لنيله إلا إليه. ففي دعاء نوح عليه السلام قال: ربي انصرني بما كذبون. وفي دعاء لوط عليه السلام قال: ربي انصرني على القوم المفسدين. وفي دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. وأخبر سبحانه أن الكفار لا نصر لهم. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان الظاهرة والباطنة بأنهم هم المنصورون وأن العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن المؤمنين ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيمان والإتيان بمقومات النصر على الأعداء لا يتحقق لهم النصر، بل يتسلط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوبهم وتقصيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتكم مثليها قلتم أن هذا. عفوا صوت أبو حلا. صوت انقطع. أنا قريب من النت والله جدا، الوحدة قدامي هذا سبحان الله. الآن كيف؟ إن شاء الله طيب. إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فيحتاج العباد للانتصار على العدو الظاهر، أي يجاهد العدو الباطن من النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فما لم ينتصروا على هذا العدو فلا نصر لهم. قال ابن القيم رحمه الله في بيانه لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصل إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. ولا يتمكن من جهاد عدوه الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنة، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وقال رحمه الله: فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليه من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز عالي مؤيد منصور مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه بأقطارها إذ قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وقد قال تعالى المؤمنين: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إلى السلم جزاك الله خير. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جند الله يحفظهم بها ولا يفردهم عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. هذا، ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوال المسلمين ويقيم شر أعدائهم، وأن يحفظ المسلمين أمنهم وإيمانهم، وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأن يعز دينه ويعلو كلمته، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، والله عز وجل حافظ لمن لجأ إليه وكاف من اعتصم به، فنعم المولى ونعم المصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. على رسول الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. نحن اليوم أيها الفضلاء الكرام مع اسمين من أسماء الله الحسنى ذكر واقترنا ببعضهما. اسم الله الغالب واسم الله النصير. النصير أيها الكرام الفضلاء والغالب إنما ذكر معا في اقتران مرة واحدة، إنما ذكر معا في اقتران مرة واحدة. وتفرق في مرات أخر. وها نحن الآن نبدأ باسم الله النصير. النصير صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهو من أسماء الله الحسنى، ومعناه الذي ينصر المؤمنين على أعدائهم. ذكر في القرآن 4 مرات، وذلك في سورة الفرقان والأنفال والنساء والحج. وورد الناصر بصيغة الجمع خير الناصرين. وهناك من بعض أهل العلم قد عد أسماء الله الإضافية من أسمائه الحسنى: خير الناصرين، خير الغافرين، إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وفي السنة
ورد من حديث أنس عند أحمد وأبي داود وغيرهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل وبك أقاتل. وعند البخاري عن مروان بن الحكم من حديث صلح الحديبية قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري وهو ناصري. فدل ذلك على الناصر والنصير إلى غير ذلك، عده أهل العلم من أسماء الله الحسنى. قال الأصفهاني رحمه الله في الحجة: النصير والناصر بمعنى، ومعناه ينصر المؤمنين على أعدائهم ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم ويلقي الرعب في قلوب عدوهم. وقال ابن كثير في تفسيره رحمه الله: نعم المولى ونعم النصير، يقصد بذلك آية سورة الأنفال، قال: نعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. قال الحليمي في المنهاج: الناصر هو الميسر للغلبة، والنصير وهو الموثوق منه بألا يسلم وليه لأعدائه، وألا يسلم وليه وألا يخذله. قال الحليمي في المنهاج: الناصر هو الميسر للغلبة، والنصير وهو الموثوق منه بألا يسلم وليه لأعدائه، وألا يسلم وليه ولا يخذله. قال الخطابي في تفسير القرطبي: الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين. وقال القرطبي في الكتاب الأسنى قال: النصير له معاني، منها العون، يقال نصره الله على عدوه ينصره نصرا فهو ناصر ونصير للمبالغة. قال الطبري في تفسيره: وكفى بالله نصيرا، يعني آية النساء، وحسبكم كفى، يعني حسبكم بالله ناصرا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم وعلى من بغاكم الغوائل وبغى دينكم العوج، وعلى من بغاكم العوائج وبغى دينكم العوج. لما نعيش مع اسم الله النصير أيها الكرام الفضلاء، نعلم أننا ما دمنا متمسكين بديننا فنحن منتصرون إن شاء الله، وإن تأخر النصر بسبب ذنوبنا، وإن تأخر النصر بسبب ذنوبنا. وأعظم ما ينبغي للإنسان أن ينتصر فيه على عدوه أن ينتصر على هواه ونفسه وشيطانه، أن ينتصر على هواه ونفسه وشيطانه. ولما تتأمل من باب الفائدة، ولما تتأمل في آيات الانتصار في القرآن، تجد أن هناك نوع من النصر يسمى النصر الاستحقاقي، النصر الاستحقاقي، وهي: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. والنصر الاستحقاقي حينما يكون المؤمن على ما ينبغي من طاعة الله عز وجل ومن اتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهنا ينصره الله ولا شك في ذلك، وإن كان قليل عدد وعدة. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني مع ضعفكم وقلة عددكم وعدتكم، لكنكم استحققتم النصر مع ما فيكم من قلة العدد والعدة. ليه؟ لأنكم إنما تنصرون بإيمانكم، وتنصرون بهذا الدين، كما قال خالد في اليرموك: 25,000 يقاتلون 300,000. قال رجل: ما أكثر الروم؟ قال: مه. قال: اسكت، إنكم لا تغلبون بعدد ولا عدة، ولكنكم تغلبون بهذا الدين. فهذا النصر الاستحقاق الذي حدث في بدر وفي اليرموك وفي القادسية، لأنهم قد أعدوا العدة على ما استطاعوا، وكانت أعظم عدة عندهم هي الإيمان الذي حملهم على طاعة الله
وحملهم على أن يعدوا ما استطاعوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في نوع ثاني من النصر أيها الكرام الفضلاء، وهو النصر التفضلي، النصر التفضلي في قول ربنا عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينتصر الروم أهل كتاب ومشركون، ومع ذلك انتصروا ليس استحقاقا ولكنه نصر تفضلي، نصر تفضلي. ثم بعد ذلك يأتي النصر المبدئي، النصر المبدئي. قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذا كلام عظيم يوضح أصحاب الأخدود انتصروا مع أنهم قد قتلوا، لأنهم ثبتوا على مبدئهم وثبتوا على توحيدهم بربهم تبارك وتعالى. فمن يعيش مع اسم الله النصير أيها الكرام الفضلاء لا يأتيه أبدا شك ولا يأتيه ريبة أن الله عز وجل ناصر هذا الدين، وأنه تبارك وتعالى والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا ندخل إلى اسم الله الغالب، وقد ورد اسم الله الغالب في موضع واحد من القرآن في قوله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والغالب معناه الذي يفعل ما يشاء، لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد، ولا يملك أحد مهما بلغ رد ما قضاه الله أو أن يمنع ما أمضاه الله عز وجل، ولا يملك أحد كائنا من كان رد ما قضاه الله أو منع ما أمضاه الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الإطلاق، فمن تمسك به، ومن تمسك بدين الله تبارك وتعالى، ومن تمسك بشرع الله عز وجل أيها الفضلاء الكرام هو الغالب. ولو أن جميع ما في الأرض طالب، يا انظر لهذا الكلام، يقول لك: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الإطلاق، فمن تمسك به فهو الغالب ولو أن جميع من في الأرض طالب. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. انظر لما أراد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون غالبا في هجرته رغم أن كل العرب له طالب، فكتب الله عز وجل له الغلبة ونصره وبلغه المدينة على خير حال وعلى خير مآل، على خير حال وعلى خير مآل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك إن الله عز وجل إن قضى أمر فإنه هو الغالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أراد اليهود أن يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام ودبروا له المكيدة وارتفعوا فوق الحصن لكي يهيلوا عليه تلك الصخرة، لكن الله كان غالبا على أمره وقضى أن ينجو رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا نستفيده أن الله غالب على أمره ولو كل ما في الأرض طالب، من حديث ابن عباس لما أردفه النبي خلفه وعلمهم قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كان الله عز وجل أراد لك غلبة لن يستطيع كائن من كان، كائن من كان أن يرد هذا. ولذلك قال الحليمي الغالب:
وهو البالغ مراده من خلقه أحبوا أم كرهوا. وهذه إشارة إلى كمال القدرة والحكمة وأنه لا يقهر ولا يخدع. قال الحليمي: الغالب هو البالغ مراده من خلقه أحبوا أم كرهوا. وهذه إشارة إلى كمال القدرة والحكمة وأنه لا يقهر ولا يخدع تبارك وتعالى، انتهى من المنهاج، وأنه لا يخدع ولا يقهر تبارك وتعالى. فلما تعيش مع اسم الله الغالب نم قرير العين، فكل من دبر لك كيدا ما دمت مع الله عز وجل فالله غالب على أمره. اجعل هذه الآية أمام عينيك، كيف يأتيك الوسواس والهم والغم والله يقول والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. ولذلك قال البغوي رحمه الله قوام السنة: والله غالب على أمره كناية عن الله تعالى يقول إن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد. وقيل هي راجعة إلى يوسف، معناه أن الله تبارك وتعالى مستول على أمر يوسف بالتدبير والحياطة، لا يكله إلى أحد حتى يبلغه منتهى عمله فيه. فإذا كان الله يا أخي متكفل بأمرك يدبره لك ويحوطك، فبما بالله تخاف من إيش؟ مما تخاف أو مما تفزع. وقال ابن كثير في تفسيره: والله غالب على أمره يعني فعال لما يشاء. وقال السعدي: والله غالب على أمره يعني أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. إذن ما هي الثمرات لهذا الاسم؟ ما هي الثمرات إيماننا بهذا الاسم؟ أن الله تبارك وتعالى هو الغالب القاهر أبدا، لا يملك أحد أن يرد ما قضى أو أن يمنع ما أمضى، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. إن كنت تؤمن بذلك فنم قرير العين أخي الحبيب، ما أصابتك من خسارة إنما أرادها الله، وما أصابك من ربح إنما قضاه الله عز وجل. فلذلك وأنا أريد كلمة القرطبي هذه جميلة جدا، فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الإطلاق، فمن تمسك به فهو الغالب ولو أن جميع ما في الأرض طالب. الله أكبر. فلذلك لكي نحقق اسم الله الغالب والنصير وتأتينا غلبته ونصرته، علينا أن نتمسك بطاعته تبارك وتعالى. ومن أعرض عن الله وتمسك بغيره كان مغلوبا وكان في حبائر الشيطان مقلوبا، والله يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وصل لهم عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.